عليكم يا شباب، دامني فاضي. هذا واحد من الشباب يسولف، توه مسجل في احد برامج توصيل المشاوير هذه. المهم يقول يوم سجلت يقول قالوا لي اخوياي في الاستراحه انتبه من ام زنيف في اخر الليل تركب معك، يمكن مختلفه تبلاك في نفسك، ولا انتبه من كلبان يركب معك واحد، يعني لازم تتعامل مع الناس، يعني لا اشوف لا ارى لا اسمع، ما تتدخل في خصوصيتهم نهائيا، وانتبع نفس ومن الكلام هذا نصايح الناس يعني يبالغون في الشيء. المهم يقول والله بسجل في هالبرنامج، ويقول والله بقعد اترزق الله، يقول واروح واجي، يقول والله اعجبني الوضع. المهم يقول يوم جاء قبل امس يقول ويجيني طلب لحي السفرات، يقول والله واروح، ترى الشبكة عندي زفت. يقول جاني الطلب، يقول عندي الاسم حرمة، يقول ما التفت، يقول إذا ركبت معي حرمة نهائيا ما التفت، يعني يقول ماشي كذا، يقول فتحت الباب وركبت وراي على طول، يقول واني فيه، يقول في السفرات، يقول طلعت من السفرات على اللوكيشن، قعدت على اللوكيشن، دزع على اللوكيشن. المهم يقول اللهم انا يوم ركبت قالت هاي، قلت لها هاي، يقول ما ادري ايش قالت ميدي بس انها يعني امشي على اللوكيشن، هو يفهم، يقول دريت انها تقول راح على اللوكيشن، يقول مشيت على اللوكيشن، يقول ودرع مع الدائري يقول امش، يقول ما التفت وكافي خيري شري، يقول شوي واحس بنسم انفاس، يقول هنا، يقول انا اسوق، يقول انفاس هنا، يقول قريبة من اذني وعند رقبتي، يقول احس بانفاس، يقول قلت ايه هذه ام زنيفر اللي يقولونها العيال، اعوذ بالله منك يا ابليس، يقول احس بانفاس، يقول انفاس عند اذني على رقبتي، يقول انفاس، يقول بغيت التفت، قلت اعوذ بالله منك، يعني البنت قربت ايه هذه ام زنيفر اللي يقولون انتبه منها يا عيال، الحين مش ها اخاف اسوي شيء، هو وده كلبان، وده انه يسوي شيء بس انه خايف من تمر القبض، لان بعضهم البعض يتحرش فيك، واذا انت اعطيته ريق حلو بلغ عليك، هذا اللي حاصل. لكن الحمد لله في نيابه عامه وفي تحقيق وفي يشوفون من الغلطان. المهم خل عنك النصايح جد وكمل السالفة. يقول وحس بالأنفاس، يقول والله يقلعك يا بليس، الله يقلعك يا بليس، يقول قلت اثقل ولد اثقل والله يكفيني شره، الله يكفيني شره، يقول مالي في الشر طاري، يقول يوم وصلت نص الدائري، يقول هو بس جاني أنفاس شيء بسيط، يقول ما عاد رجعت لي مرة ثانية، يقول يوم شافتني زلبت وكذا، يقول والله يوم قدني في نص الدائري، يقول شوي ولا يقول تلحسني من هنا، تلحستني بلسانها من عند اذني من عند صنقري، قلت لا، يقول والتفت، يقول التفت ابغى اعرف ايش تبغين بالضبط، ايش هذا انفاس بعدين لحستي، يقول يوم التفت، يقول انا ملتفت على اني بشوف موز بشوف بنت، يقول يوم التفت ولهنا جعري كلب. يقول اثاريها مركبه معها جعري ولا انتبهت له، يقول والجعري متعلق في المرتبه وانفاسه ويتشمشم عند رقبتي، يقول انا ما التفت، يقول اخر شيء لحس رقبتي. يقول وطالع لذاك الجعري كلب صغير متمسك في المرتبه، يقول اثاريه هو اللي تنفس من اليوم عند اذني بعدين يزلب خذاه شوي ثم رجع، يقول لحس مع رقبتي. قلت ابن سعد، يقول امسك فراملكم. يقول امسك فرامل، يقول بغيت اعدم ام العالم في الداري، يقول يعني الشعور، يقول تبون الصدق، يقول ابليس يقول نخزني، يقول يعني تهيضت مشاعري، يقول لكن يوم التفت وشفتني جعري كلبان، يقول راحت المشاعر وراح الإحساس، قال نو 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 نو، يقول الحين أبغى فلوس زيادة، الكلب ممنوع تركبه معك،
يقولوا تعطيني 50 ريال زيادة. قالت وصلنا بالحلال بس، طبعا بالانجليزي تقول معي كذا هو يفهم عليهم. والله يا حبايب جد، وخذها له 50 ريال، يقول تعويت من الشيطان، يقول المشاعر خذاها كلبان معه.